كانت واحدة من أهم أحلامي إني أعيش تجربة العمل في اليابان. بدأت رحلتي مع عبد اللطيف جميل للسيارات سنة 2010. دخلت في برنامج التدريب الإداري، استمريت تقريبا سنتين في قطاع التجزئة، بعدها انتقلت إلى قسم الاستيراد والتوزيع وسلاسل الإمداد، قعدت تقريبا 3 سنوات إلى ما جاتني الفرصة للابتعاث الداخلي لتويوتا. وفي نص 2015 أتذكر تماما هذه اللحظة، جاني الإيميل اللي فيه إنه تم ترشيحي إني أروح لليابان لبرنامج الابتعاث لتويوتا لمدة 2 سنوات في مدينة ناغويا. من أهم الخبرات اللي اكتسبتها هو تغيير المنظور. منظوري قبل البرنامج كان فقط لعبد اللطيف جميل للسيارات، منظوري بعد البرنامج صار عبد اللطيف جميل للسيارات وشركة تويوتا. هذا طبعا بيفيدني شخصيا في نطاق عملي، بحيث أني أقدر أسرع تطبيق المشاريع المشتركة ما بيننا. طبعا ما فيها نقاش، عبد الرحمن قبل اليابان مختلف تماما عن عبد الرحمن بعد اليابان. الانضباط، الترتيب، الالتزام اللي عشته في اليابان أثر بشكل كبير علي، سواء في حياتي العملية أو حياتي الشخصية.